احمر حمد. اهلا وسهلا بحضراتكم. دي الماتشات اللي انا بحب اتفرج عليها، بعيد عن ان انا كنت متوقع ان منتخب بلجيكا هيقدر ان هو يتخطى منتخب البرتغال، بس الامانه بتاعت ربنا كنت مستمتع باللقاء اللي ما بين روبرتو مارتينيز وفرناندو سانتوس. ليه؟ لان المدربين الصيع رز دول بيخلوك تتفرج على المباراه وانت مستمتع جدا بيها. واحد بيعمل حاجه والتاني بيعمل عكسها، وده بيحضر للمباراه وده بيقرر ان هو يعمل له مفاجات، وانا بحب جدا السسبنس اللي جوه المباراه ده. لما تلاقي ان السيد فرناندو سانتوس بيقرر ان هو محتاج يغير نقطه الضعف اللي عنده وينزل سوميدو ويحط مكانه ديجو دالت علشان خاطر عارف كويس جدا ان روبرتو مارتينيز هيبني لعبه على الناحيه الاضعف في المنتخب البرتغالي وهي نيلسون سوميدو، فقرر يحط له دالت ويحطه قدامه رينالدو سانشيز قدامهم جوتا اللي هو قفلت لك بالضب والمفتاح. وتاني طبعا كفانا كان مقرر ان هو يهاجم من الناحيه دي، كان حاطط تورجن هازارد كان موجود في الثلاثة أربعة اتنين واحد بتاعت السيد روبرتو مارتينيز، وقدامه كان ايدن هازارد، والناحيه الثانيه كان كيفن دي بروين، وتحتيه مونيه، والخط الخلفي كان فيه توبي ألدرفيلد وفيرماينن ويان فيرترونج. ليه بقى توبي ألدرفيلد وفيرماينن ويان فيرترونج؟ عشان خاطر الثلاثه مميزين في الكرات العاليه. ايه الكرات العاليه دي؟ يعني ايه الخطوره اللي بيسببها منتخب البرتغال في الكرات العاليه؟ عزيزي كريستيانو رونالدو موجود، انت بتقول الخطوره في الكرات العاليه؟ ده كريستيانو اساسا الكره العرضيه كل المدافعين بيحطوا ايدهم على قلبهم، لان كريستيانو اول ما بيعمل الجامب الموضوع بيبقى صعب جدا ومخيف على لعيبه المدافعين. فانت بتقول ايه يا عزيزي؟ فالراجل النهارده كان مقرر ان انا انت هتقفل الناحيه التالت، انا هقرر ان انا اقفل لك الكره العاليه ووريني بقى تعرف تسجل ازاي. ما هو برناردو لسه ما دخلش البطوله. والله بجد والله برناردو مش شايف قدامه البطوله دي. والناحيه الثانيه جوتا بيحاول يستغل الهجمات المرتده، وبرده بيحاول ان هو يرجع يعمل هجمات دفاعيه مع ديجو دالت، ورينالدو سانشيز بيقرر ان هو يعمل وجبات دفاعيه معاهم ناحيه اليمين، وبرده بيعمل وجبات هجوميه. والراجل مش هقدر ان انا اتكلم عليه، رينالدو سانشيز. لو جبنا سيرة رينالدو سانشيز فطبيعي انك تقول ان هو افضل حاجة فرناندو سانتوس قدمها في اليورو ده. يعني كلنا كنا منتظرين ان تألق من روبن دياز في الحالة الدفاعية، تألق من برناردو سيلفا، تألق من مايسترو وبرونو فرنانديز، تألق كالعادة من كريستيانو رونالدو، حتى تألق من نص الملعب في سيرجيو روفيرا او جو موتينيو. ما حدش فينا كان مستني الاسم بتاع رينالدو سانشيز ده بعد فشله في بايرن ميونخ، بس الراجل رجع وعمل كومباك مهم جدا وبطولة مميزة جدا رينالدو سانشيز، وهو يمكن العنصر الوحيد اللي استفاد من اليورو السنة دي منتخب البرتغال، غير الاسماء اللي ضاع عليها اليورو زي برناردو اللي كان موجود في 3 مباريات او 4 مباريات اللي لعبها منتخب البرتغال ومع ذلك ما حسناش ببرناردو، برونو اللي برضو بينزل مع الدكه ما حسناش ببرونو. وحته برونو دي في تقرير صحفي بيقول ان برونو فرنانديز واحد من اسباب فشله مع منتخب البرتغالي ان هو مش حاسس بنفسه، مش حاسس بالذات بتاعه، ومش حاسس ان هو نجم الفريق. لما سالوه على ضربات الجزاء مين منفذ ضربات الجزاء، قال لهم بكل خجل كريستيانو رونالدو هو منفذ ضربات الجزاء. ده معناه ان الراجل مش مرتاح. والله التقرير هو اللي كان بيقول كده، كان بيقول لك ان الراجل مش حاسس بالاهميه اللي خدها في مانشستر يونايتد والدور القيادي اللي كان بيكون بيه في مانشستر يونايتد. على الناحيه الثانيه بقى ففي حاجه كده جمهور ريال مدريد اتفاجئ منها النهارده. ايدن هازارد كان موجود اساسي، وهازارد كان كابتن الفريق. والله يعني هازارد كان كابتن الفريق وموجود اساسي وقدم مباراه مميزه جدا جدا بالنسبه لايدن هازارد. فجمهور ريال قاعد يبص كده اللي هو يا اسطى مين رقم 10 ده؟ ده ممكن يكون دوبلير بتاع هازارد، بس صعب يكون هازارد. هازارد ادنى في المستشفى لسه طالع منها وبيلعب ازاي وموجود في دور 16 ازاي؟ انتوا بتهربوا يا جماعه ولا ايه؟ لحد ما شفنا ان والله طب ما كويس، ما في تورجن هازارد اخوه موجود، طب ما نشتريه تورجن. لا عزيزي نفس التقرير برده لو حبيت تتكلم فيه على حلقه معاكسه، فهي حلقه ايدن هازارد. شرط القياده والكابتنه بتفرق جدا مع هازارد، والاهميه اللي بيحس بيها مع منتخب بلجيكي غير الاهميه اللي هو بيحس بيها مع ريال مدريد. ريال مدريد حرفيا مصدر سخريه، انه في المنتخب البلجيكي واحد من اهم العناصر حتى لو هو مش في حاله الفنيه او الحاله البدنيه العاليه بالنسبه له كلاعب. فدي فرقت مع روبن مع برناردو. الله يخرب بيت ام برونو، الواحد عمال ينسى برونو ويقول بروبن ولا برناردو ولا برونو. والناحيه الثانيه فرقت مع ايدن هازارد. دي بقى الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني احنا اتكلمنا على ان في مدير فني قفل ناحيه اليمين بالنسبه للمنتخب البلجيكي، واتكلمنا على منتخب بلجيكي قفل الكره العاليه بخط دفاع مقاوم من 3 لعيبه بيجيدوا في الكرات العاليه، وطبعا في اكسل فيتسل وفي يوري تيلمز. والناحيه الثانيه في نص الملعب اللي احنا كنا بنقول عليه جواو فالينيا بيلعب علشان خاطر دانييلو بيريرا مش سليم 100% وريناتو، والناحيه الثانيه كان موجود جواو موتينيو وطبعا برونو. طبعا برضه برونو اتفقنا ان برناردو وجوتا، يعني كل المدربين متفقين ان هم هيقفلوا المباراه دفاعيه. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل تورشن هازارد قرر ان هو يفك كل التكتلات الدفاعيه دي بتصويبه بعيده المدى علشان خاطر تغلط راؤول باتريسيو علشان الهدف الاول يجي. بعد الهدف الاول يجي بلجيكا كانت واخده زمان الامور، قررت اللي هو بص يا جماعه
كورتك الحلوه ايه؟ اتفضل يا عم فرناندو هاجم انت، احنا خلاص سجلنا والموضوع بالنسبه لنا، هنرجع نعتمد على الدبابه لوكاكو في ان هو كور عاليه هياخد التحامات ارضيه، هياخد الكور عافيه من اي لعيب عندكم في خط الدفاع، وهيسند على كيفن او هيسند على ايدن هازارد. بس يعني مع الاسف الشديد لما يكون عندك اتنين لعيبه صناع لعب زجاجيين زي كيفن وزي ايدن هازارد، فما تثقش قوي ان هم يكملوا معاك مباراه، وده فعلا اللي حصل. ايدن اتصاب وكيفن دي بروين اتصاب، واضطر ان هو ينزل ميرتنز مكان كيفن دي بروين بدري، وايدن هازارد بعد التحام قال له خلاص انا جريت زياده على اللزوم، خلاص غيرني بقى معلش، انا خلاص انا عملت اللي عليا وكفى كده معلم وغيرني، وده فعلا اللي حصل. اما الناحيه الثانيه بقى، ففرناندو سانتوس قال لك طب ما انا محتاج اهاجم، طب ما فين جواو وفين جواو فيليكس؟ انزل يا جواو انزل، فين برونو؟ يلا برونو يلا سخن يا برونو، اندريا سيلفا يلا. بصوا بصوا يا جماعه، مين اللي هيجي يهاجم عندي تاني في الفريق؟ احطه في منطقه الجزاء بتاعتهم ولا يا جماعه عرضيات من هنا وكروساتك من هنا ويلا يلا نلوش ونعمل اي حاجه، يمكن ربنا يكرمنا نتعادل. وفعلا كان اتعادل بس من ركله ثابته، بس روبن دياز اخطا الهدف ولعبها في المكان اللي كان واقف فيه تيبو كورتوا علشان خاطر تروح واحده من اخطر فرص المنتخب البرتغالي. وفي كره كمان جت في العارضه، الكره اللي جت في العارضه دي قالت من الاخر كده لفرناندو سانتوس اللي هو يا اسطى مش بمزاج اهلك، مش لما تحب تهاجم هتلاقي لعيبتك سجلت، ولما تحب تدافع هتلاقي الدنيا بالنسبه لك اتظبطت، خلاص يا اسطى الموضوع خلص والامر انتهى. ايه ده هازارد اتصاب، ولما هازارد اتصاب نزل مكانه كراسكو. كراسكو ده يا معلم لعيب كده بيشيل، لعيب كده بيحبطك، لعيب بيخنقك، ليه يا معلم؟ لان انت لو بتشجع منتخب بلجيكا وفي هجمه مرتده واثنين على اثنين وكره مع كراسكو، كراسكو مش هيباصي، حتى لو في لعيب ثالث جاي له من تحت، حتى لو ما بيقرر يباصي الكره بتكون قصيره لروتيمنز، وفي كره ثانيه كانت اثنين على اثنين، وطبعا احنا عارفين كراسكو، كراسكو لازم يروح يخش من العمق ويعدي واحد على واحد وواحد على اثنين ويعدي واحد على ثلاثه لحد ما يعدي من الجون ويلعبها بره. فكراسكو يا عزيزي هو لعيب من اللعيب اللي بيشيلك حرفيا وانت واخده معاك في تأجيره او انت بتشجع فريق فيه يعني كراسكو، فالوضع صعب جدا لو فريقك فيه كراسكو. ولو انت كملت لحد دلوقتي معايا في الفيديو فقول لي في كام كراسكو عرفته في حياتك في كره القدم، ولو انت مكمل معايا في الفيديو هل فعلا توقعت ان منتخب البرتغال ممكن يعدي منتخب بلجيكا ولا لا؟ لان انا ما كنتش متوقعها خالص عزيزي. وشكرا انك كملت الفيديو لحد دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك او سبسكرايب معلش.